وكان النبي في العشر يشد مأزره ويوقظ أهله ويحيي ليلة، وهذا متفق على الصحة. اختلف العلماء في معنى قول صلى الله عليه وسلم أو في معنى قول الراوي ويحيي ليلة، هل كان النبي يحيي الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر، أم أن هذا خرج مخرج التغليب وأن هنا أطلق الكل بمعنى البعض؟ قولان للعلماء رحمه الله تعالى. القول الأول أن النبي كان يحيي الليل كله، ولكن لم يثبت أنه كان يحيي في صلاة، أنه كان يحيي في صلاة وعبادة، يحيي ما بين صلاة يحيي ما بين عبادة، وهذا ظاهر اللفظ يحيي ليلة. وقال جماعة من العلماء إن المقصود هنا إطلاق الكل على البعض، يعني يحيي معظم الليل، للأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة كاملة قط، كما أن ما صار شهرا رهرا كاملا قط، وإنما نطلق البعض على الكل. وهذا الصحيح إذا قصد أن المقصود أن يصلي الله صلى الله عليه وسلم أن قام ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع المعنى الأول بمعنى أنه يقوم الليل كله، ولكن ما بين صلاة وما بين عبادة أخرى من قراءة قرآن وتأمل في ملكوت السماوات والأرض ونحو ذلك، هذا لا يمنع اللفظ، ما في شيء يمنع اللفظ من هذا، وهذا قد يدل على الظاهر. وكان يحيي ليلة أي بمطلق العبادات، سيجتهد في العبادات في هذا الشهر أكثر من غيره، خاصة في العشر يتزوج وما فرط فيه.